يلا بينا ننزل مقادير الطعميه المصري. طبعا لو عندنا بقى شويه كرات حلوين، شويه كام ورقه نعناع حلوه، الله الله. ولسه لما هينزل الفول الحراتي هنعمل طعميه الفول الحراتي. عايزه اقول لكم حاجه كده طعمها من الخيال. طيب يلا بينا نبدا ننزل مقادير. عندنا نص كيلو من الفول المدشوش. الفول لازم يتنقع كويس جدا 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 في ميه غزيره، وتتغير الميه على الاقل مرتين من قبل بيوم، معاها نص معلقه من البيكربونات الصودا، خلاص عشان الغازات والحاجات دي. وبعدين عندي بعد كده بصلايه كبيره، واللي عايز يحط بصلايه او بصلتين وسط ماشي، 10 فصوص من الثوم تقريبا، راس ثوم صغنونه يعني، نص كوبايه بقدونس، يعني حزمه 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 من كل حاجه. النعناع خدوا منه كام عود، خدوا الورق بس، الورق بتاع النعناع. ربع كوبايه من الكرات، سواء كرات بلدي او كرات افرنجي يعني اللي هو الفرنساوي. وعندي ربع كوبايه من البصل الاخضر، معلقه كبيره بيكربونات بيكنج صودا، اسفه بيكنج باودر، ودي وقت ما هنيجي نقليها بقى، مش هتتحط مع المقادير دلوقتي، مش هينفع احطها في العجينه، ملحوظه هامه. طيب عندي بقى الحبهان، عندي الكزبره، الكمون، الملح، دول بنسب بسيطه، لكن انا مش هضيف الحبهان الا برده بعد ما يبقى عجين. هعمل حشوه صغيره للطعميه اللي بيحب الطعميه المحشيه، عباره عن فلفل رومي مقلي وفلفل قرنين فلفل مقليين، وممكن يبقوا مشويين في الفرن عادي جدا، وطماطمايه مقليه او مشويه، وبصله مقليه او مشويه، والكزبره وشطه وملح وفلفل، وهنغطيها بشويه سمسم وشويه كزبره مدشوشه يعني، وشويه كزبره خضراء للي يحب. تعالوا بقى نسمي الله وناخد كده ايه. الاول هحط البصلايه هنا، البصل الحلو ده هنا كده، واخد كام فص ثوم، وعندي بصل اخضر، طبعا طبعا ينفع. طيب بس عشان احنا قلبناها حبايب قلبي، عايزينها الفها لكم، حاضر من عيني، بس كده نغير اتجاهها والله. طيب كده بالنسبه لي تسلم ايديكم، شكرا ليكم. شويه كرات، الكرات ده بيدي طعم حلو قوي للطعميه، جميل، والورق النعناع كمان، بس انا طبعا هحطهم كده ناشفين. عارفين ليه؟ عشان انا ده نعناع فريش بس مجفف، يعني سيبناه لما جف، فانا هحطه هيختلط وهيبقى طعمه يجنن، اللي عنده مجفف ما يجراش حاجه برده. طيب هاخد بقى شويه من الفول المدشوش. الفول ده لازم يطرى قوي لدرجه ان هو ينفش وتضاعف حجمه، ويبقى يعني طري بشكل كويس عشان يديني حبه كويسين. طب انا هفترض مع حضراتكم انكم مش بتحبوا قوام الكبه بالنسبه للطعميه، بتبقى محببه شويه، اقول لكم تعملوا ايه. هناخد الخليط ده هنحطه في الخلاط، وبعد ما هنحطه في الخلاط هنعمل ايه؟ هنزود، لا هنحطه في الخلاط للي عايز خليط ناعم زي بتاع الراجل وما عندوش امكانيه انه يفرمه في الفار، في يعني المكنه اللي بتلف دي. هنروح واخدين الخلاط وحاطين فيه كوبايه ميه وشويه من الخليط، وهنضرب تماما، وبعدين هجيب الطعميه دي اللي اتضربت الخليط ده كله، وهروح حطاه في شاش، عارفين الشاش الدبلان اللي احنا بنصفي فيه الجبنه، وهروح مصفياها واستخدمها واخلص الميه اللي انا ضفتها عشان بس اتحرك الخلاط معايا وتخليه يشتغل. وبعد كده هتستمتعوا بالطعميه وادعوا لي. حطوا بقى بيضايه حلوه وادوها شويه المنكهات الجميله بتاعتها عشان تطلع حلوه. بصوا بقى الكوبايه دي، نشوف كده بس اخبارها ايه. بصوا هنا اهي، لونها جميل ومش محتاجه يعني ان احنا نعملها كتير. بصوا اهي حبه كده حلوين اهو، زي ما انتوا عايزين، جميله جدا 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 زي ما انتوا شايفين اهي. وهنطلعها بقى دلوقتي ونقدمها مع بعض. وتعالوا بقى ناخد كده الاول الملح والفلفل هنا معايا بعد اذنكم، رشه ملح حلوه، شوية فول حلوين، بس انا مستنيه الايه الخليط يبقى مظبوط لان مش عايزه ارهق الكبه، ورشه بسيطه من الكمون، كزبره، احنا حطينا خضره، حط واحده برده. وخلينا نقلب بقى الخليط ده، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي بس اعدلها، ممكن بسم الله. طب هلفها الناحيه الثانيه يا جماعه، معلش معلش حبايبي استحملوني، تسلموا لي يا رب. بسم الله، يمكن هي كانت مرتاحه في الوضع ده
واحنا قلينا راحتها. ايوه اهم حاجه راحتها عشان تطلع معانا المقادير مظبوط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ نزل دول كده. فكره لطيفه برضو. ماشي نعمل كده. ابشر متاح طبعا يا حبيبتي. لا 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 خالص دي. طيب خلاص لو عايزين تعملوا كده انا ما عنديش مشكله، بس لا دي يعني اهي الحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا الحمد لله. بسم الله. ايوه كده بسم الله. يلا بينا. هديها شويه هتلف ما تخافوش. خليني انزل دي، ممكن تكون بس السكينه. ايوه ماشي اطلعوا عقبال ما انا اطلع كمان دول، ما عنديش مشكله خالص. يلا بسم الله. كوبيبه اهي قدام حضراتكم. بسم الله شايفين الجمال. وهنحط بقيتها برضو اهو شغالة عادي جدا اهو. هنحمر دول كمان وتشوفوها بعد ما نطلع الاستراحة. وانا مش هعمل حاجة خالص غير اني هزود بس هنا قليل من الماء اهو، شوية مية صغننين بس كده. بسم الله. ويلا نطلع الاستراحة ونرجع نستكمل اكون بضرب فيها ونرجع نشوف بقى شكلها عامل ازاي. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. قالوا لي لا اعمليها في الخلاط، عايزين نشوف هتعمليها في الخلاط ازاي. ما هي زودت بس حاجه بسيطه من الميه وادي العجينه. بسم الله اهو مش حاطه كتير. شايفين بصوا الجمال اهي. شفتوا بقى لو بقى على الشويه دول اهو اهو كده احنا عملنا الاثنين اهو. شفتوا بقى الفكره اهو. هتصفوها بقى عشان بس انا مش جاهزه، بس ممكن مصفى عادي محمد يجيب لي مصفى. ودي اللي اتصفت. بصوا بقى المتصفيه بقت تقيله ازاي. هي فيها كان نص كوبايه ميه قد كده بس. بعد ما بس اخلطوها تاني شويه عن كده، انا ممكن اخلطها تاني بس انا مش عايزه ازعج حضراتكم. لكن خلينا ايه نبدا نشتغل في الثانيه بقى. بصوا هطعمها ازاي. هاخد بقى هنا البيض، الحاجات الحلوه دي كلها المفترض ان هي تتفرم فرم كده على الخشن. بصوا هرفع الزيت من هنا شويه صغيره. وتعالوا هناخد دول على الكاتنج بورد. انا عايزه الحشوه تبقى شبه ايه باينه، يعني ايه باينه شويه. هناخد كده الفلفل ده. طبعا الفلفل بنقشر الايه القشره بتاعته وباخده كده بالسكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخدها كده على النار او نعملها تشويحه بسيطه. احنا كل ده مقلي فهو خد الطعم. عايزين تعملوها مشويه هتبقى احلى واحلى. شايفين ازاي ده وناخد الطماطمايه هنقشر كده القشره بتاعتها اللي احنا اديناها شاويه كده او تحميره. وطبعا هتبقى لحم بس كده مع الحشوه دي. اللي عايز يحط شطه يحط براحته خالص. وهناخد بصلايه واحده اهي كده شايفين ازاي. اللي عايز بقى يحط قرن فلفل. ندخل بقى كل الحبه الحلوين دول كده مع بعض. للي عايز يعمل حشوه طبعا الفلفل القرن الفلفل المشطشط في ناس بيبيعوها محشيه عاديه وفي محشيه حاره شويه على حسب ما حضراتكم تحبوا اهو. شايفين ازاي
اهي هنبدا بقى. حاضر حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يستر ان شاء الله بفضل الله. اهو شايفين ازاي؟ خلاص مش هعمل كده تاني. ماشي اهو، هناخد بوله بقى كده من الصغننين. ميرسي يا نودي والله. جهزي لي الحاجات الحركات الحلوه اهو. بسم الله اهي. وهنبدا نشيل بقى الحشو ده كل دول، ونوسع هنا عشان نشتغل في الطعميه. ناخد بقى هنا كده مسحه بسيطه، وهبدا اخد ادي الحشو وعجينه الطعميه موجوده عندي، وهاخد البيض وهاخد الكزبره والسمسم، وطبعا ضروري بوله فيها ميه عشان ابل ايدي واشتغل اهي. بسم الله كده. وهاخد بقى، ممكن احط هنا بيضايه على العجينه بقى، انا هاجي دلوقتي اعملها جاهزه للاكل. خلاص هاخد كده بيضه، هاخد رشه من الكزبره، قلت لحضراتكم عندي رشه بسيطه من الكمون خفيف، عايزه اقلب بالشوكه كده. ايوه طيب حاضر. بصوا هاخد كده ادي البيضايه، في ناس تحب تزود بس انا شايفه على الكميه دي بيضايه كويسه كده. اللي عايز يحط جواها شويه كزبره خضراء ممكن. انا هطلع كده البوله الاخضر فين يا حبايبي؟ ايوه عشان ابقى اعمل على الشكل من بره اهو كده. هاخد رشه كده من الايه الكزبره، اصل الكزبره دي روح الطعميه، روح الطعميه. بصوا بقى هاخد كده، ده لسه بقى في الطعميه اللي محشيه بيض يا مدام منال. هناخد، عايزه اعملها بقى، انا هعملها قرص كبيره شويه، فبصوا هعمل كده وهعمل، شايفين ازاي اهي. اللي عايز يحط حاجه خضراء ممكن، بس انا هنا وادي الكزبره، ممكن تبقى حبه عن كده. يلا بينا. بسم الله هنا. يلا بينا نعمل بقى واحدة كمان. مع الماما مش على النار. معلش. بصوا بقى اتحسدنا صح. بصوا هاخد الحشو اهو، وهقفل، هقفل عليها اهي. حشيت حبة من الحشو الحلو ده، خلاص تمام. وتعالوا كده، هاخد كده شايفين ازاي؟ ناخد تاني وهكذا. انتوا بقى زي ما تحبوا، عايزينها صغيره ماشي، عايزينها. حاضر حاضر يا سبايدر. هعمل بس واحده محشيه كمان. بنقفل كده، نكور، نقفل بس على الحشوه بس. في بقى واحده تانيه بيعملوها زي الكفته، صوابع كده شايفين؟ اصل انا لقيت هديه بتحب الطعميه القرص الكبير، قعدوا يجيبوا القرص الكبير، القرص الواحد بيبقى كافي للفطار جدا، صح يا دودي؟ والمحشية كمان، فيعني حاجة رائعة. ممكن نعمل واحدة بقى بالكزبرة الخضراء بس. تعالوا كده هنا محشية، عشان اللي عايز محشي بس. اهي المحشية ماشي، عشان تبقوا انتوا ايه يعني، كل اللي عايز حاجة ما يبقاش نفسه في حاجة. حطينا الحشو زي ما احنا عملناه. لازم اعرف تضحكوا، لازم تقولوا لي. كده اهو، ما هنقفل. خليني بقى اخد من دي كده حاجه مختلفه بقى شويه، واحده فيها الخضرة دي. بسم الله، برضه رشه سمسم مش هتقول لا يعني، خفيفه كده. طيب تعالوا بقى ناخد ايه هذا المنقط، شايفين اللون؟ الله الله
محشيه سبايدر اهي. عايز طائره؟ هطلعها ايه اهي. بسم الله. نعمل كام واحده برضو؟ بس الطعميه دي مزاج برضو، بس عايز اقول لكم انا بحبها بكل انواعها. تمام. لا لا لا، هنكمل الطعميه بتاعتنا القمر. وعايزين بقى ايه نتكلم عن الوصفات اللي احنا عملناها. طبعا الكوبيبه، عشان لسه في ناس ما اتصلت وقالت احنا عايزين مقادير الكوبيبه تاني، اسفه، اللي هي عملناها بالبطاطس يعني. نزليها تاني يا نودي. واحنا دلوقتي بنعمل الطعميه المصري وهننزل برده مقاديرها. ماشي حبايبي، بصوا كده. دي لسه حاجة بسيطة. نكمل. شفتوا بقى اللي في الخلاط؟ أنا عايزة أضرب بس شوية اللي في الخلاط دول. بصوا بقى بقت عاملة ازاي. هصفيها في مصفى لو ما عندكوش الشاشة. الشاشة بس أداء، فبتخلي القوام حلو أهو. شايفين ازاي؟ خلاص ده اللي أنا أقصده قدام حضراتكم. وبعدين نصفيها وشكرا. هترجع خليط الطعمية رائع. عشان الكبة ساعات لو الفول ما تنقعش حلو تلاقوه في قوام محبب شوية. ودي اللي حمرنا فيها الطعمية، اللي عملنا فيها الكزبرة الايه الخضرة على الوش. نكمل بقى. وهنعمل بقى كام رغيف كمان. بس انا اللي عايز صغيره بنعمل، انت عايز صغيره يا سبايدر؟ اصل انا عاملاها محشيه النهارده، طب اعمل ايه؟ مش عارف اعمل لهم يا مدام منال الصغيره دي ولا ما اعملش ولا اعمل ايه؟ استاذ محمد عايز واحده ساده؟ حاضر يا فندم. من عينينا استاذ، ده احنا عينينا الاستاذ محمد المحترم. انت تؤمر يا فندم. بصوا كده كلكم على راسي من فوق. عايز اقول لكم ان انا يعني بعتبر نفسي والله بامانه محظوظه. القناه دي على الرغم ان في ناس تدي يعني بتتكلم عن انه ممكن الانطباع يكون عنها انها بما انها قناه الاهلي فاذا الناس كلها متشدده ويعني كده، بسمع الكلام ده كتير. بس الا اني عايزه اقول حاجه، القناه دي مميزه في كل الناس اللي موجوده فيها، من اول فرد الامن لحد رئيس القناه والمسؤولين عن هذه القناه، من الادب والاحترام والتعامل الراقي والتعامل مع المشكلات كمان. يعني الناس هنا تحسوا كلهم جايين شبه بعض، كأنهم متربيين في إيريا واحدة تقريبا كده. بيقولوا إيه؟ أيوة، يعني قريبين في الشخصيات والفكر والتربية من بعض جدا. فتلاقوا كل واحد بيتعامل مع المشكلة كده، فتقولي هو هما ده رول ولا هما كده ولا إيه؟ وبعدين الصعوبة في إنك تنفع تعمل أي حاجة في أي حتة، ودي حاجة أنا بحترمها جدا الحقيقة في المكان، لأنه ده بيحافظ على شكلنا قبل أي حاجة قدام حضراتكم من ظهور أي حاجة ممكن تتعرض على شاشة قناة الأهلي حقيقي بجد. وطبعا تحية لكل العاملين بيها والقائمين عليها بجد، كل الحب والتقدير لحضراتكم. وشكرا جزيلا للتعامل مع المشكلات بشكل راقي ولأخلاق الناس الموجودة. أنا بشكر حضراتكم بجد، أنا إنسانة محظوظة. بصوا كده، نزل مقادير الكوبيبة إذا تكرمتوا. دي سادة. نعمل واحدة كده ساندوتشين لو عايزين. شوية كزبرة كده. عندنا بقى المقادير على الهوا، حضراتكم تصوروها يا ريت عشان نبدا ايه. قولوا لي بقى، نص كيلو برغل ناعم، عندنا كوبايه ونص من الميه، بصله مبشوره، اتنين بطاطس مسلوقه ومهروسه، معلقتين كبار من الدقيق او ثلاث معالق او معلقتين نشا، معلقه كبيره هريسه ودي اختياري، كمون وملح وفلفل اسود. طبعا الطعميه امزجه، بس انا هقول لكم ان احنا هنعملها بوصفات تانية كتير. الطعميه السوري كمان ليها طعم مميز، اهم حاجه في الطعميه السوري نقع الحمص والتعامل معاه. حشوه الكوبيبه حشوه جميله، انا عملتها بالخضار والسبانخ. تقدروا تجملوا الخضروات دي بمثلا ريحان، انا حطيت سبانخ مفرومه
وحطينا بصل مفروم وملح وفلفل احمر مفروم وكوبايه من دبس الرمان وكوبايه رمان، نص كوبايه من دبس الرمان او تقريبا معلقتين. عندنا زيت زيتون طبعا ومعلقتين كبار من دبس الرمان، دول اختياري. تعالوا كده نطلع دي، بصوا الجمال. الناس اللي ما بتقدرش على المقليات يا جماعه اعملوها في الفرن، ارجوكم لو سمحتوا ادوها رشه زيت واعملوها في الفرن. انا عارفه ان في ناس كتير مرضى كبد، مرضى. طيب يا حبايب قلبي، بصوا كده هناخد كده اهو. انا هخلص بس الكميه اللي عندي، عملت ساده عشان خاطرهم وصغرت شويه سبايدر والله على قد ما قدرت يعني، عشان تبقى بس ماشيه مع بعض. انا هعمل لك ساندوتش حلو كده. طيب بس طبعا عايزه ابعت تحيه برضو لاهل اسكندريه عشان احلى فلافل بناكلها هي في اسكندريه، صح ولا ايه؟ صح، بس كده انتوا معايا يعني. تعالوا بقى ايه، نجيب رغيف كده ولا حاجه. بس انا بقى قررت ان انا اعمل سندوتشات. نعم يا حبايبي، احنا نعمل سندوتشات، ايه رايكم تيجوا؟ يلا بينا نعمل شويه سندوتشات، الناس تاكل على طول. يا فندم. حاضر يا فندم، انت تؤمر يا فندم. شوف العيش طازه وكله تمام، كله تحت السيطره يا فندم. بسم الله. تقريبا محمد شرب المشروب بتاعي، صح؟ طمعت فيه يا محمد، قول الحقيقه، شاور على قلبك، انا عارفه. حيث اني لا لقيته ولا لقيت الكوبايه، اذا انت اخذته بالكوبايه يا محمد. بسم الله. نضف بس كده عشان نعرف ايه نحشي بقى سندوتشات جميله كده. يلا بينا، بسم الله. نلبس بقى الجلافز ونشيل كام طعميه الحلوه دي. فين المرقات؟ عايزه تطلع يا فندم. استاذ فضل انا بشكر سيادتك، ربنا يسعدك يا فندم، الشكر لله وحده يا فندم. كده يا نهار. تعالوا بقى، حلو قوي. تعالوا بقى نطفي ده، نعملهم سندوتشات يا ولاد. انتوا قطعتوا لي شرايح حاجات ولا لا؟ ها ايه ندى حبيبتي، هات لنا بقى طماطمتين في السريع وقطع جوه. اخد، يا سلام، رجل هذا الرجل ورجاله قليله يا سيدي. ماشي، والجرجير فين يا محمد؟ يا سلام، الله العظيم، ناس محترمه اخر الاحترام حقيقي بجد والله حقيقي. نهار ابيض، حاطط لي الجرجير عشان كمان بصوا ما ي... ما ي... ما ي... ما, ي... ما يتبلش. يا سلام، يا نهار ابيض، لا لا الموضوع ده. يلا بينا، بسم الله. تعالوا بقى، ماشي حبايبي. بصوا بقى، هناخد الساندوتش ده هعمله كده، هدخل دول هنا كده، شايفين؟ سبايدر بيضحك. ايه حلو يا سبايدر ولا انا عملت غلط ولا ايه نظام؟ طعميتين حلوين كده يا اولاد، حلو كده، اوعوا تكونوا طمعانين في اكتر من كده. تمام، عايزين ايه تاني؟ شويه جرجير بقى يا سيدي، تسلموني يا حبايب قلبي والله، شويه جرجير يا سيدي، الله اكبر، هو ده الكلام. تعالوا ناخد واحد تاني. ايوه بقى، هو ده الكلام. ممكن للناس اللي عندها مشكله مع الكارب نديهم نص واحد بس من دلوقتي على طول. اعمل من عيني، ده انت على راسي يا استاذ فضل والله، والله العظيم. كل فريق الاخراج ناس متميزه ومحترمه جدا، وكل اللي موجودين في الكنترول حقيقي ببعت لهم تحيه من قلبي، بس مش هقول اكتر من كده. العامل النسائي هنا قليل، ولكن عارفين القليل المؤثر فعلا. بسم الله، ده
حاضر والله فاكراك ما تخافش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، طبعا لازم تتاكل الجرجيريه دي بالعروق كده، عارفين كده حاجه كده، ايه اخر طمام. يا نهار ابيض، ناخد واحد كمان. ناقصنا مين بس اللي كان عايز يحب الاكله دي؟ انت بس. طيب حاضر، بسم الله اهو، ناخد كده. يا نهار ابيض على الجمال. ايه بقى قولوا لي كل، بسم الله. عندي مشكله استاذ سمير، يا نهار ابيض. طب قولوا لي بقى عشان عايزه ابعت لكم تحيه بجد، والله بجد، استاذ محمد دكروري واستاذ احمد فضل وكل الاساتذه اللي موجودين، وطبعا استاذ سمير. استاذ سمير ده يعني حد كده باول الناس اللي ادتني انطباعه اول ما دخلت القناه، اول واحد عمل معايا حلقه كان استاذ سمير، ربنا يديله الصحه يا رب. فطبعا يعني كنت سعيده جدا، اداني كده انطباع رائع، حسيت ان انا مرتاحه. فطبعا خلوا بالكم، مش اي حد يبقى في اي حته يدي انطباع ايجابي عن المكان، على الرغم ان ممكن المكان يبقى كويس بس الاشخاص هي اللي مش تمام. ومعانا محمد عماره، طبعا تحيه ليكم، تحيه كبيره كبيره بجد. بصوا بقى، نعم اكمل خلاص. بصوا كده شايفين يا امامير، تعالوا بقى ناخد شويه الطعميات الحلوين دول، هناخد كده شويه من الجرنش الحلو ده، ويلا بينا. وهناخد بقى فاصل كده، استراحة بسيطة نقدم فيها مع حضراتكم فقرة الطبية اللي انتم متعودين دايما عليها، واللي دايما يعني بيبقى فيه أسئلة بتجيلنا حضراتكم بتبقوا منتظرين الإجابة عنها. أتمنى يا رب أن النهاردة يعني نكون إيه وعدنا ووفينا. الطعمية المصري بكل سهولة عملناها في الخلاط، دي شوية مية هتلاقوها مطحونة وناعمة، هتصفوها بعد في مصفى أو في دبلان، تعملوا العجينة زي ما انتوا عايزين، ضيفوا بقى بيض، ضيفوا أي يعني توابل بتحبوها. طبعا ما تنسوش لو في النعناع، النعناع مدي طعم وريحة حلوة قوي للطعمية، فأرجو أن حضراتكم تضيفوه، وصحة وهنا على قلبكم. وعملنا النهاردة الكوبية بطريقة بسيطة.